كيسك سافوار هذاك جمال بن ماضي قلت لكم هو بعد قال باللي راح يفكر ويتخذ قراره بعد تفكير. انا حاولت اتكلم معه على اساس انه يبقى كذلك وفي على رأس الفريق الوطني، وبالتالي ما نظنش أنه أنا نقول له أبقى وهو يقول نبقى كي يروح فلان، سببتنير. وبالتالي ما ننساوش باللي النخب الوطني يعين رئيس الاتحاد، مش النخب الوطني هو اللي يعين رئيس الاتحاد.